حصة كردستان في الموازنة تجدد الخلاف بين المركز والإقليم، والوفود الكردية تستعد لاستئناف حواراتها مع بغداد. أسعار الدولار تسجل انخفاضاً طفيفاً في الأسواق المحلية، وهبوط الدينار يؤجج الغلاء في أسواق محافظة واسط. بعد الافتتاح المبهر والمهيب لخليجي البصرة، السوداني يواجه بإعادة تنظيم الخطط الأمنية والمرورية، ودرجال يشيد بالكرنفال. جولة أخبارية من الرابعة، أهلا بكم. أعادت موازنة 2023 الأزمة بين بغداد وأربيل مع اقتراب إقرارها في ظل توجه وفود كردية نحو بغداد. النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان نفى وجود اتفاق بين بغداد وأربيل بشأن حصة كردستان بالموازنة. سليمان أوضح أن الموازنة بحاجة لإعداد فقرات كثيرة، منها حصة الإقليم وسعر الصرف وتخصيصات البنى التحتية، مشيرا إلى أن الموازنة ستوفر جميع احتياجات المواطن وهي في مرحلة الإعداد حاليا من قبل الحكومة. من جانبه، أكد الاتحاد الوطني الكردستاني عدم وجود تمثيل له في وفد حكومة إقليم كردستان العراق الذي سيزور بغداد قريبا. القيادي بالاتحاد غياث السورجي ذكر أن الخلافات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي ما زالت قائمة، ولا يوجد أي موعد رسمي أو مكان محدد لعقد لقاء بينهما. وأضاف أن الوفد الحكومي للإقليم سيصل بغداد للتفاهم بشأن الموازنة وحصة كردستان. تعاود الوفود الكردية ضبط بوصلتها صوب بغداد لاستئناف المفاوضات حول الملفات العالقة بينهما، سيما ملف الموازنة الذي يعد أهمها. في جولة جديدة تدخل الوفود الكردية شوط مفاوضات مع حكومة المركز حول المسائل الخلافية، خاصة مشروع قانون الموازنة المالية والنفط والغاز والمناطق المتنازع عليها، استكمالا لسلسلة سابقة من اللقاءات. تعثر الوصول إلى الصياغ النهائية ما بين بغداد وأربيل ترى فيه أوساط سياسية أحد أسباب تأخر الحكومة في إرسال الموازنة. هنالك وفد يعني قادم إلى بغداد للنقاش قضية الموازنة الاتحادية، لكن بعض الملفات سوف تضمن، هذا حقيقة تأخذ وقتا طويلا، وبالتالي أنا أعتقد بأنه الاتفاق على حصة إقليم كردستان وباقي الملفات ممكن مناقشتها، اللي قد تكون قضية النفط والغاز وقضية المادة 140 وتفعيلها، المناطق المختلف عليها، عودة البشمركة إلى كوكو، يعني قد تكون هذه الملفات الأبرز بعد ملف حصة إقليم كردستان. ومع ما يراه مراقبون من ضرورة الاحتكام للسياقات الدستورية في توزيع الحصص بين المكونات، يشهد إقليم كردستان تأزما بين الحزبين الحاكمين، الأمر الذي عقد من سير التفاوض مع بغداد نتيجة الاختلاف بين الرؤى. عم أعتقد أنه أيضا من ضمن الأسباب التي يعني تؤخر الموازنة أنه في إقليم كردستان هناك خلافات كبيرة جدا وصلت إلى مراحل متقدمة وخطيرة، أنه خلافات بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان، وهذا أيضا يؤثر على أن يخرج إقليم كردستان برؤية واحدة حول الموازنة مع الحكومة الاتحادية. وبحسب مصادر كردية، إن جهود الوفد المفاوض ستنصب نحو الإسراع في تمرير قانون النفط والغاز من قبل البرلمان، كونه أحد البنود التي اشترطت قبيل الدخول في تحالف إدارة الدولة السابق لتشكيل الحكومة. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد.
ارتفعت صادرات العراق النفطية لأمريكا لأكثر من 350 ألف برميل يوميا كمعدل خلال الأسبوع الماضي. إحصائيات لإدارة معلومات ذكرت أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول بلغت 5104 ملايين برميل يوميا، منخفضا بمقدار 476 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5,580 ألف برميل يوميا. شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي انخفاضا طفيفا في الأسواق المحلية، وسجلت أسعار بيع الدولار 156,600 دينار لكل 100 دولار، فيما سجلت أسعار شراء الدولار 155,800 دينار لكل 100 دولار. يعيش الشارع الوسطي حالة من الترقب والقلق وسط انكماش الأنشطة الاقتصادية بسبب عدم استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار، مما أثر سلبا على عدم استقرار حركة السوق وارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية. تتصاعد شكاوى المواطنون في محافظة وسط جراء الارتفاع الفاحش في أثمان المواد الغذائية الأساسية وفي مقدمتها الخضروات، إذ شهدت الأسعار طفرة مبالغ فيها لدرجة كبيرة، الأمر الذي عزاه كثيرون إلى عدم استقرار أسعار الصرف وتلاعب التجار. من يروح هذا الفقير؟ تروح على كيلو التمن تلقى صاعد مضاعف، تروح على كيلو شكر تلقى في اثنين، تروح على الزيت من ألف وربع هسه 3000 دينار، يقولنا هبنا وبالقران متنا، صدق غير ترى المواطن انتهى. فواكه وهاي كلها قاب نار، تجي للحم قاب نار، يعني وين تروح؟ هذا الفقير وين يروح؟ التجار بلوى التجار، قاموا يلعبون بالدولار وحاتهم، ساعة صاعد وساعة نازل. هذا ويرى مراقبون أن ارتفاع أسعار الدولار جعل من أسواق المحافظة بحالة من الإرباك وعدم الاستقرار الاقتصادي، في حين طالبوا الجهات المعنية أن تقوم بوضع حلول سريعة وناجعة لتفادي المشاكل المستقبلية. يعني أعتقد من خلال مراقبتنا الأسواق وحركة الدولار صعودا وليس هنالك نزول وربما نزول طفيف، يعني أثر بشكل كبير على حركة الأسواق بعدة جوانب. الجانب الأول هو قلل من حركة الشراء، وهذه حالة طبيعية باعتبار أن أغلب المواد قد ارتفعت يعني أسعارها، والجانب الآخر أيضا حتى هذه انعكست يعني على أصحابها للمحال وربما التجار، ربما عدد مرات التسوق التي يحتاج التي كان التاجر ربما يذهب بها إلى العاصمة بغداد أو تسوقه من البصرة. هذا التذبذب أثر على المواطن الواسطي بصورة خاصة بما سبب امتعاض وتخوف لدى التجار من شراء هذه البضائع وتزويدها للمواطنين، خاصة أن المواطن الواسطي يعتبر من ذوي الدخل المحدود. هذا وشهدت وسط موجة غضب لدى المواطنين نتيجة الارتفاع الغير مبرر ما يتطلب حلولا سريعة قبل تفاقم الأوضاع. من المحافظة ذاتها سجاد العطية، الرابعة. مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء على الجزء الأبرز في الملف الاقتصادي ألا وهو حصة الإقليم في الموازنة مع ضيفي عضو الاتحاد الوطني سيد ديار عقراوي. بداية أرحب بحضرتك سيد ديار وأشكرك على قبولك الدعوة. شكرا جزيلا لك ولهذه الدعوة الكريمة حقيقة، ومساء الخير لك ولمشاهدي قناتكم الأكارم. أعتذر الكهرباء انقطع، هاي المشكلة ما تنخلص منها أبدا. لا بأس في ذلك، مساء الأنوار. بكل تأكيد النور بخبرتك الحاذقة ووجودك معنا سيد ديار، أهلا بك. إذن ربما قبل أيام قلائل يعني كان هناك شبه اتفاق على احتمالية أن تزيد حصة الإقليم في الموازنة من 12.67% إلى 14%، يعني ما أسباب عدم التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة؟ هل النسبة أم جهات سياسية برلمانية كما صرح البعض، أم ما هي الأسباب فعليا؟ حقيقة هذه النسبة صحيح لديها خلافات عليها، يعني يطالبون أحيانا ب 17%، ولكن مثل ما سبقت من 2005 إلى 2014 وبعد ذلك تحولت إلى نسبة 12 إلى 0.7 تقريبا، وبعد ذلك وحسب ما صرح به وزارة الإحصاء من في الحكومة الاتحادية
أنه النسبة المتقاربة وهي 14%، حقيقة هذه يمكن أن يكون هناك فقرة من الخلاف. أما الفقرات الأخرى حسب اعتقادي هي مسألة قانون النفط والغاز، يعني هذه القانون حقيقة فيها إشكالية لحد الآن وإشكالية كبيرة، وكذلك مسألة الاستحقاقات مثلا استحقاقات البيشمركة من الموازنة، وكذلك مسألة الرواتب أيضا. هذه المسائل حقيقة هي مسائل تفصيلية التي فيها خلاف. نعم. من الناحية السياسية أحيانا هذه التواصل موجودة والتفاهمات موجودة، ولكن عندما يأتون إلى المسائل التفصيلية تبرز الخلافات مرة أخرى ولا يصلون إلى حلول حقيقة، وهذه المشاكل لابد من حلها. نحن كاتحاد الوطني الكردستاني وفي زيارات الأخيرة للسيد بافل طالباني أشار بوضوح بأنه لا يجوز مخلطة أو يعني خلط حقوق وقوت الشعب بالمسائل والخلافات المالية والسياسية. فعلا. طيب سيد ديار، قلت أن هنالك خلافات وتبرز هذه الخلافات وتطفو على السطح كلما وصلنا إلى التفاصيل والتعقيدات التفصيلية، يعني التمثيل بالنسبة لليكتي في الوفود التي تقدم إلى بغداد وتناقش حصة الإقليم، يعني هل ما زال هذا الخلاف أيضا هو يشكل عقدة بينكم وبين البارتي؟ نعم، الخلافات لا تزال موجودة بيننا وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني حول آلية إدارة الأقليم من الناحية المالية ومن الناحية الإدارية. حقيقة لدينا ملاحظات على أداء الحكومة بأنها ليست منصفة بتوزيع الموارد المالية وكذلك الخدمات. هذه الخلافات بكل تأكيد تنعكس على علاقاتنا في بغداد، وكذلك الخلافات في بغداد أيضا تنعكس على الأقليم. نعم، هذه نقطة مهمة، ولو تتابعين الوضع أن الزيارة الأخيرة التي زار بها وفد أقليم كردستان إلى بغداد لم يكن فيها أي عضو أو كادر من الاتحاد الوطني الكردستاني، ولا تزال هذه الخلافات موجودة. نعم، تواجدون في الوفد القادم الآخر إلى بغداد أم لا؟ حقيقة لحد الآن لا توجد أي وضوح بهذا الموضوع، لأن لا تزال هذه الخلافات ما تزال موجودة بيننا وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن نتأمل ونتمنى أن نصل إلى حل ونأتي إلى بغداد بورقة واحدة، لأن حتى الأخوة في الحكومة الاتحادية يعلمون أن الطرفين الأساسيين في إدارة الأقليم هما الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ونحن نرى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لدينا ملاحظات على أدائها، ولحد الآن لم نصل إلى هذه الاتفاقات. بالطبع، بالتأكيد. أولا ممتنة من حضرتك رغم انطفاء الكهرباء إلا أنك احترمت توقيت الدعوة وما إلى ذلك، شكرا جزيلا لحضرتك على هذا الاحترام والتقدير من قبلك، بالتالي نحن نحترمك ونقدرك ومشكورين من هذه الخطوة المهمة. سيد ديار عقراوي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، شكرا جزيلا لحضرتك على التفاصيل أيضا. أعلن جهاز الأمن الوطني ضبط معمل لتكرير النفط ومصادره قرابة 3 ملايين لتر مهرب في محافظة بابل. بيان للجهاز ذكر أن مفارزه دهمت معملا لتكرير النفط غير مجاز وضبطت ما يقرب من 3 ملايين لتر معبأ ب20 خزانا وإختاما مزورة تعود إلى وزارة النفط. وأضاف أن مفارزه في محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك والديوانية ونينوى أحبطت عمليات تهريب 288,000 لتر من المشتقات النفطية خلال ضبطها مرآبا وساحة تستخدم لخزن المشتقات النفطية المهربة. أعلنت أمانة بغداد رفع سيطرتي جسري الطابقين وجادرية، وذكر بيان للأمانة أن رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني وجه برفع سيطرتي جسري الطابقين وجادرية وسيطرات أخرى ضمن قاطع بلدية الدورة في العاصمة بغداد. وأضاف أن ملاكات وآليات أمانة بغداد بشرت برفع السيطرتين ضمن خطة مشتركة بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد بهدف تخفيف الزخم المروري.
أعلنت أمانة بغداد تشكيل لجنة لتنفيذ مشاريع تسهم بمعالجة الزخم المروري الحاصل في العاصمة، من بينها إنشاء 6 مجسرات. مدير أعلام الأمانة محمد الربيعي ذكر إن الأمانة تستعد خلال الربع الأول من العام الحالي للبدء بأعمال إنشاء المجسرات بعد إدراجها في الموازنة. وبين ربيعي أن المجسرات ستكون عند التقاطعات التي تشهد زخما مروريا كبيرا، منها مناطق البياع والدورة والعظمية، فضلا عن مناطق أخرى. في سياق متصل، حذرت وزارة الأعمار والإسكان الشركات المتلكئة في تنفيذ الطرق والجسور بسحب الرخص منها. وقال مدير دائرة الطرق والجسور في الوزارة حسين كاظم إن الدائرة وجهت الشركات بالإسراع بتنفيذ المشاريع الموكلة إليها، مؤكدا اتخاذ إجراءات لسحب الرخص من الشركات المتلكئة في حال تأخر أكثر عن إنجازها، مضيفا بالقول إن الدائرة أوعزت بزيادة ساعات العمل في المشاريع الخدمية لسرعة إنجاز المشاريع. ثلاثة فارقوا الحياة في حادثة انهيار المبنى في محافظة نينوى. مطالبات شعبية بفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادثة والتأكيد على الالتزام بإجراءات السلامة المهنية. انتهت عمليات البحث والإنقاذ للعمال المحتجزين تحت ركام أنقاض مبنى مكون من 3 طوابق في مدينة الموصل في منطقة يارمجة الشرقية في الجانب الأيسر للمدينة، بعد 12 ساعة من العمل المتواصل ليلا نهارا. وتمكنت الفرق من إنقاذ 9 عمال، 3 فارقوا الحياة في محل الحادث، فيما نقل المصابون لمستشفى السلام لتلقي العلاج. المبنى الذي وراءنا أعيد إلى وزارة الإسكان والإعمار لصالح دائرة مجاري نينوى، وفوجئنا يوم أمس عصرا بالانهيار الذي حدث وراءنا جراء أعمال الصب للكتل الخرسانية. الأوساط الشعبية في نينوى من جهتهم طالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات مشددة لسلامة العاملين في بقية القطاعات، مطالبين بفتح تحقيق عاجل لتشخيص الأسباب التي أدت إلى انهيار المبنى، فيما تحدث شهود عيان عن كيفية انهيار المبنى وعملية إخلاء المصابين. أثناء الصب أي صبون العصر وصار صوت، سمعنا صوت، جينا من غادي عليهم وواقعين العمال جوا، كان السقف انهد عليهم، وقع جوا عليهم السقف أثناء الصب، فوقع الحادث. الصوت كان حيل قوي، فتوجهنا احنا فوج 12 حش الشعبي قيادة عمليات نينوى، وناديت منادات على الدفاع المدني وعلى الإسعاف، فأنقذنا اللي نقدر ننقذه قبل وصول الإسعافات والدفاع المدني. هذا المبنى مخصص لدائرة مجاري نينوى لرفع مياه المجاري، والتي تنفذ من قبل وزارة الإسكان والإعمار، وهو مشروع استثماري. والحادث ليس انهيارا، وإنما هو انهيار قالب خشبي لأحد السقوف أثناء أعمال الصب. هذه الحادثة هي الأولى من نوعها في مدينة الموصل، فيما أوقفت الشرطة المهندس والمقاول للتحقيق معهم لمعرفة أسباب الحادث. لقناة الرابعة محمد الشبكي، الموصل. أهلا بالوافدين لبابل، عبارة حفرت على المحافظة كانت بمثابة الضوء الأخضر لإبراز مواهب مهندسات بابل. التقرير التالي يفصل أهم المعوقات التي تقف أمام المهندسات في بابل والفرص التي منحت لهن لإثبات دورهن الريادي. أهلا بالوافدين إلى بابل، كتابة مسمارية نقشت على تصميم مداخل المحافظة، تصميم ارتأت صفا وروى نقشه بصورة حضارية مواكبة للتطور. ففي ظل عدم توافر فرص العمل، عملت نقابة المهندسين على طرح فرص جديدة لإبراز المواهب الهندسية، فكان تصميم المداخل أولى المشاريع التي أوضحت الدور النسوي.
في مختلف المجالات. احنا نحاول نتميز من خلال التصاميم الشخصية او الخاصة اللي نسويها بغض النظر عن التعيينات وفرص العمل، فحاولنا نشتغل على هذا المشروع، اشتغلنا يعني رغم قصر الفترة اللي انطونا اياها، بس قدرنا نطلع فكرة تليق بمحافظة بابل. الفكرة اخذناها انه من شريعة حمورابي، اللي هي عبارة عن ورقة مطوية، حاولنا انه نستخدم الورقة المطوية وفككنا الطيب جزء منها، واللوحة الوسطية اللي بالبوابة هي نفسها الشريعة اللي بها كلمة بابل باللغة المسمارية. أكثر من 4000 مهندسة معمارية تخرجت من مختلف الكليات الأهلية والحكومية، أعداد وضعت نقابة المهندسين أمام اختبار توفير بيئة مناسبة للعمل وإيجاد مشاريع جديدة لإتاحة الفرصة أمام الجميع والعمل ضمن مبدأ التوافق بين النساء والرجال. صراحة في الوقت الحالي أكو هناك يعني فرصة متاحة للعمل نساء. سابقا كان الموضوع شوية صعب على النساء، دور النساء كان شوية صعب، لكن بالوقت الحالي الفرصة تكون أكبر، المجال يكون أكبر، تكون عملهن مميز. في مهنة شاقة كهندسة البناء تميزت صفا وروى بتصميم مداخل محافظة بابل بطريقة حضارية ومواكبة للمستقبل. زيد الشهيب، الرابعة، بابل. في ملف خليجي البصرة 25، كشف وزير الداخلية عبد الأمير الشنبري عن توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعادة النظر بالخطط الأمنية والمرورية في محافظة البصرة. الشنبري خلال اجتماع جمعه برئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم أكد تعزيز قوات أمن الملاعب بقوات إضافية، فضلا عن إعادة النظر بخطة المرور لتنظيم سير العجلات. يوم أمس بعد انتهاء المباراة، مباراة الافتتاح وحفل الافتتاح، وجه السيد رئيس الوزراء المحترم بإجراء عملية تحليل شاملة واستعراض شامل لأهم الأمور اللي رافقت المباراة والافتتاح. أعدنا تنظيم الخطة الأمنية بشكل كامل، كذلك موضوع التنظيم أيضا تم إعادة النظر به. الجزء كان كبير للمرور، أيضا هناك إعادة نظر بالطرق وتوزيعها وانسيابية السير. موضوع أمن الملاعب وقوة أمن الملاعب تعززت أيضا بأعداد إضافية. المهم إحنا نوصل إلى مباريات وتنظيم 100% متكامل، ما يشوب أي شائبة في عمليات الدخول وعمليات التنظيم والأمن. ان شاء الله خلال المباريات القادمه ما راح تكرر ما صار يوم الافتتاح. من جهته اكد رئيس الاتحاد العراقي لكره القدم عدنان درجال ان ما حدث من اخطاء بسيطه خلال حفل الافتتاح لن تتكرر. درجال اشار الى انه رغم ما حدث من بعض الاخطاء البسيطه الا ان الافتتاح كان مبهر ويليق باسم العراق. احنا حريصين جدا على تصحيح كل ما حدث من خلل في مباراة الافتتاح كي لا يتكرر، ونعتذر من الجميع الحقيقة، من جماهيرنا ومن جماهير الكويتية والعمانية وكل جماهيرنا في دول مجلس التعاون على ما حدث البارحة، ونقولهم أنه إن شاء الله هذا اللي صار البارحة ما يتكرر، وأخطاء هي تحدث في كل دول العالم وليس فقط في العراق، ولكن بشكل عام كان الافتتاح افتتاح مبهر ويليق بالعراق وبتاريخ العراق وبحضارة العراق، وحتى كان هو مبعث فرح وسرور من الجميع بما فيهم الأشقاء اللي حقيقة كانوا منبهرين ولم يتوقعوا ما حدث. يجب أن نفرح جميعا بما حدث، ويجب أن نصحح كل ما حدث من أخطاء بسيطة شابت هذا النجاح الكبير، وهذا أكرر يحدث في كل العالم، من أجل أنه تنتهي يكون يوم الختام، يوم المسك هو يوم العرس الحقيقي إلى عودة العراق للريادة بإذنه تعالى. هذا وكانت فعاليات بطولة كأس الخليج لكرة القدم قد انطلقت في مدينة البصرة في نسختها 25 بحفل أقل ما يمكن وصفه بالمبهر والاستثنائي،
وبحضور رسمي محلي وعربي ودولي وجماهيري احتشد في مدرجات ملعب جذع النخلة. وإلى جانب هذا المهرجان الكبير كان لافتا الحضور الدولي ممثلا برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو وشخصيات آسيوية وعربية وخليجية لها ثقلها في الوسط الكروي العالمي، ما يمثل اعترافا دوليا بأحقية العراق في العودة لاستضافة الفعاليات الرياضية بمختلف مسمياتها. حدائق بابل اجملهن، حدائق لكن اسطوره ويظن البعض ابرزهن، حدائق زينت بابل تاريخ بمجد حافل، سبحان الخلق هالكون باجمل لون لونهن. هنا نبوخذ نصر البابل، هنا اشتار، هنا مجد الحضاره وهنا الاشعار، هنا الماضي هنا الحاضر هنا الآثار، أسد بابل هنا تشيد، هنا أول أثر معبد، هنا الأفكار. هنأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو العراق على الترحيب الحار والجهود التنظيمية لحفل افتتاح خليج زين 25 في البصرة. وقال انفانتينو في تغريدة إن من الرائع حضور حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية لكأس الخليج العربي 2023 في البصرة بالعراق، معربا عن سعادته بعودة كرة القدم التنافسية إلى العراق قائلا: إن العراق بلد حقيقي ومحب لكرة القدم لأنها تعطي الأمل لكثير من الناس، وملء الملعب والأجواء الرائعة في البصرة شهادة على ذلك.
أخذ وسهل منتخبنا الوطني مشواره ببطولة خليجي 25 بالتعادل سلبيا مع نظيره العماني في المباراة الافتتاحية للبطولة. سيطر منتخبنا الوطني على غالبية أجواء المباراة دون أن يفضي ذلك لتسجيل أي هدف رغم المحاولات المتكررة والتي كان أخطرها تسديد الدرغام إسماعيل بضربة حرة مباشرة في الدقيقة 88 ارتدت من العارضة. هذا وتتنافس في المجموعة الثانية منتخبات البحرين والكويت وقطر والإمارات. في المجموعة ذاتها تمكن المنتخب السعودي من الفوز على نظيره اليمني بهدفين دون رد. سجل هدفين سعودية في مرمى اليمن كل من سميحان النابت في الدقيقة 19 ومصعب جوير في الدقيقة 34 من ضربة جزاء. ودخل الأخضر السعودي خليجي 25 الذي يمثله المنتخب الرديف برغبة الانتصار في أول مواجهة ليخطو خطوة مهمة نحو الدور نصف النهائي للبطولة. أذكر بأبرز ما جاء في جولتنا الإخبارية. حصة كردستان في الموازنة تجدد الخلاف بين المركز والإقليم، والوفود الكردية تستعد لاستئناف حواراتها مع بغداد. أسعار الدولار تسجل انخفاضاً طفيفاً في الأسواق المحلية، وهبوط الدينار يؤجج الغلاء في أسواق محافظة وسط. بعد الافتتاح المبهر لخليجي البصرة، السوداني يواجه بإعادة تنظيم الخطط الأمنية والمرورية، ودرجال يشيد بالكرنفال. للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملحوظات حول نشراتنا يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الرابعة دوت تي في وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، تيليجرام، تويتر، سناب شات، والتيك توك. في أمان الله وحفظه.